حور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أمه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أمه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنى ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدا لني ورق اليبا محاضرة ما أنت عنوان كيدوح يهي النفاق وأه نفاق دا أما ومنافق لماذا منافق لماذا وقفك إنو خير كي دتك أموجيو حميدي يا شرطين هوس وكوضو دتك إنو أموجي إنو يا قف مؤمن أه لكن هوس كفري يفسق وكوضو وعذرك أجو خطرت بضن أوقفكي كبد باذاي جندي سؤي تهاي مد يوضق عن تكجرتا قفكي آنا كبد باذنا رناهانتي لبيه كرا عذاب كان أجود دران بو متيستي من عند الله جل وعلا وحنا أم لينا يا داد فربضنا ما أنت ملايين كرو دافسا ومسلمين وكديبا مقع إسلامك أمضى أم مغضئين مسلمين أيهين إن يوم القيامة إلهي ودين دونه قوله دونه إسلام ماشك ميدان هين إيماننا ميدان هونين نفاقد إيا منافق نمت قرسان جرتين كدبنا واحد متيستين إن النار تكو دحش الوطان وأرن قف كستاء مسلمة يهبون تأينو إساقا قف كاستا مسلم يا هبونتا انو سغبقو منافق نمودنا وحي سو ابارتا او سو ادا قفكي اسير هذا اديق منافق نمو وكتر ليرتين قفكي امين كون نقضا اسكا دادعيه اسغي منافق نما ان بون شاسع ودخايو مسافه اد يدفق ان لبودود ودخايس قفكي اسكا دادعيه وقفك اي وبلنت انو سن كبد بادي منافق نمودا نفاقو خترت أوليه درتيد بالله سبحانه وتعالى انت أوكهل منافقة كموسى هل يعني كفارت منافق لماذا أما منافقين تسيد اللوي فضيحي أو أيضه سجارة اسكندل كودة أي مركة أوتي حراعين أما أوضب القلان وأي كبذيهين أيضه الله أوكهل منافق من كفارت أرك سورة دقوها رئيس القرآن كمركة فاتحة لك سوتكو إله مركة أوكهل مؤمنين ته الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مركا لغا سوها الله قالنا لغا الله ايا ايا رفت ربضا ايا وحا لغا الله منافقين تي الا اخر كي لغا قارا دور ايا ذا حرير ايا ذا ترى ربضا اي سرع رعسا اي لغا الله منافق نمضى سببت ايا ذا ترى ربضا اي ماشا قوسو ارارا ايا وحيتاي عذرك كانوا كخطر سيها عذرك قال نمضى محال قفك قالك وكوم مغضاوة اسك الى لنكرتا هبل نوا مسلم هبل نوا قال ديلين دير باود حيسا داه باكلا دوية
تاد با دحيال اسكو مانا درسو ميكران لكن قفك منافق البوشي غيو ضدك مسلمين تكو دحجرا وولا تكان ايسان وولا صلاة ايسان وولا سعوتان وولا حجين ايسان خير كيو دنبا اسكو لا دحجرتان ومع ذلك وحلات كججرا ويخلاسيهين وحموقال كيسكا مغضا خطرت إلي لذا أمدنا دارك إيسان اللغو مقعب الأمة المحمدية يوضو تاريخ إذ إنتا سويال كهيدا سوجيران كأهيد إنتا سوجيرتي ربكي وير خير أمة وحي أمدنا ما أنت إي لك إلا أذهي وحي لا تران تران إيسا مرنا إي كوفا إيسو إستاغ إيسو وحي أمدنا هرمر إي وقاري لا أذهي وحي أمدنا سي سهلا عدوغا مركا قعنتي إي وقاشي ummadan waxa mar walba dubaha madaxa uga dhacayo waxa mar walba loo kawiyo oo meel kasto ay tagaanba ay ugu liitaan wax kala ma aha waxa la haray dadka ku dhex jira munaafiqiinta haddii munaafiq aanu ugu dhex jiri lahayn muslimiinta maanta iyaga cilmiga loo soo raasan laha munaafiq aanu ugu dhex jiri lahayn ninka muslimka meel maray sharaf buu yeelan laha munaafiq duusan ugu dhex jirin يعني نوعا ما دات كان مسلمين تا ما انت نين قال اي ماشي ودقيها وما سوقحنين لكن بقول كي وبقول مسلمين عمل كانك ان لا ايمان انه اسلام كافك ان كشيغان اننا لبدا لو لبا شيء او دغال او كدخيو اسبورين marka ان اسو دخغلين مر حدو ارنكو سيده او يحي ما انت وحن وبن بخي دونا ان شاء الله اقاد ديق فه سن او ان كغه هدي دونا باذن الله سبحانه وتعالى منافقين تا وحن أملينا بإذن الله قفكي كبت بادنا فالإلهي أنه مهد عليه قفكي لغاها لنا ووحل بدلي كروها أغادة بإذن الله سبحانه وتعالى نفاق والله أكل بحا من نوع مدوين وقال لماذا قفكو قرصانيو قرآن كأو دفرسيني هاي قيب دين تكمد أنو أغلين قيب دين تكمد أن لغاد دعين كرين كوا النفاق عد يا النفاق ير oo aanan ahayn mid marka aad weyn ka marka wuxuu soo galay waxyaabo far badan buu soo galaya oo waxa laga yaabaa qofka dunuubta qarsanaya oo kale dambi baad qarsanaysa qof baa zina qarsanaya qof baa xumi qarsanaya qof baa riba qarsanaya qof baa wax isdhaafinaya qof baa salaadaha dayacaya oo aanan jecleyn dadkan inay ku ogaadaan waa nifaq yar weey labada nooc oo nifaq ayuu kala baxaa biidnillaahi subxaanahu wa ta'aala ilaahayna markuu hal leeyahay xiri إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقين تماشى أغوهو سيسي نار تلق قلي قليان أرغ نيك قال كسيد الله مدهين أغو محل قال كيسيق نار بو قليان أمبان بقلينا بس لكن منافق وحالي رماشى أغوهو سيسا قعرق أغوهو سي إلا قارة إلا تابتو نار تكمدة وحاد دقي دون قف منافق يا دقي دون منافق ومركم حاتا انتين المنافق إنا كهلين waxa laga yaabaa in aan iska dhaadicino marka nifaaq laga hadlayo ani adigaba inay noo muuqato inin kale ee masjidkan maanta aanan dhex fadhin ee meelaha maraya kaliya inaan markiba la abaarano laakin ogow saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam marka laga hadlo munaafiq nin walba isaga isku tuumi jiray ma munaafiq baa tahay nin walba isaga farta isku godi jiray oo iska baqan jiray ka baqi jiray oo islaaha war adiga ama da soo gasha liiskan marka la saxayo hadii in yaraan u baxno أبو الدرداء وأننا نتقران كرتان وسحابي شرفتها مركا له وحديعي جرت مركو التحياتك وأقريوه لما يصلاة إلهي سبحانه وتعالى وحكمك قل جل منافق نماذا وحديه جل اللهم إني أعوذ بك من النفاق اللهم إني أعوذ بك من النفاق اللهم إني أعوذ بك من النفاق إله أذان كامل قل منافق نماذا إله أذان كامل قل منافق نماذا إله أذان كامل قل منافق نماذا انت السعي على الانجلي كذب ولا ويجي وحرياء أبو الدرداء سؤالي يقول ما هي نين سحابية هذا نين كان عجيب كان نين وحو أها إذا أفر روح كلي المسلمين أي تهي وقتك طبعا لجوغي نين كوحو أها إسلامك رنتي لجهري أي مالها اللهم رو إلهي درتي لو دباتي أي وحو كبقي إنه منافق النقض ولا ويدي مركا سويري والله بان كود دارتي قف كبت بالي مركا مالا وحالا يا ساكا مركا صوت توستي هذا إيمان كاقو وبوحو وصلاة الصبح يسنة إلهي كوافجي وردي أذكار أنت إلهي كران كاو قعنت أما كرسي أتصو أقرسي دور كمركة لقاري أن ينفق نمك صغش وحلقة قلبت إن الإيمان ماشا الله تيميد مركة عرابيسي ماشا أدو لابنس النفق نمك إن الله سيحتي
laga yaaba sariirta marka tagaysay inaa mu'minad aad tahay subax marka soo waa barisatay inaa tahay qof munaafiqa maxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam isaga yiri qofka muslimka ama qofku wuxuu aroriyeystaa isagoo mu'mina wuxuu galabaysaa isagoo gaala wuxuu galabaysaa isagoo mu'mina wuxuu aroriyeystaa isagoo gaala wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka isrogrogayo daqiiqada ayaa u dhaxeeya laga yaaba inta muhaadaradan aan ku jirno saacadna in ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka nawaafajiyo saacadna nifaaqa marka nawaafajiyo ilaahay baan ka magangelaynaa inuu naga badbaadiyo ilaahay baan ka magangelaynaa oo nifaaqa waxaana weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo xandala ayaa wuxuu leeyahay abuubakar baa ila kulmay markaas wuxuu weydiiyaa xandala war maxaad ku waa barisatay markaasaan waxaan iri yaa xandala yaa abaa bakrin anugu waxaana subxaana allah munaafiq baan noqday iimaankayga kaamil maaha dhib baan dareemayaa xagga iimaanka markaasuu yidhi ma sidaaba ahaa oo maxaa dhacay wuxuu yidhi abuubakarow rasuulka markaan la joogno iimaanka laynooga sheekeeyo janna iyo naar markii laynooga sheekeeyo aad iyo aad baan u baqnaa waxaad moodaa jannadana way noo muuqataa naartana way noo muuqataa laakiin mushkilada jirtaay waxay tahay markaan guryaheenna aan tagno oo aan ahalka aan la fadhiisanno ciyaalkii iyo dumarkii aan dhex galno marka beec mushtarkeena iyo tijaaradeena aan eryanayno intaba markaa laynaguma hay wax iimaana laguma hay waa isbedelnaa mabanihiba dadkii rasuulka sal lay slam la joogay waa adoo yidhi oo kale intay muxaadaradu socotaana khayr baan dareemayay markaan ka soo tagaana albaabkaan kaga tegay markaasuu yidhi xamda abuubakar baa hadle wuxuu yidhi war anna sidaasoo kale aan dareemay wa abuubakar hadda ogow ee la yidhi haddii iimaanka abuubakar la saari lahaa kafad ummaddan oo idil iimaankeedana kafad kale la saari lahaa kan abuubakar baa xoog badin lahaa la yidhi markaasuu yidhina kaxe bal aan aadna rasuulka sal lay lay wasalam labadoodii wada socda ayaa rasuulka sal lay lay wasalam u yimid arrinkii bay u sheegeen rasuulka sala allahu alay slam si sahlan bay ugu jawaabay wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddii xaaladiinu ay ahaan lahayd xaaladda aad ku sugantihiin hadday noqon lahayd xaalad iyadoo daa'im ah oo marka aad guriga joogtaan iyo markaad aniga ila joogtaan haddaad isku mid ahaan lahaydeen oo janno iyo naar ay idiin muuqan lahayd haddii marka aad ila joogtaan sida taqwada ilaahay baqdinta ilaahay qalbigiina ay u gelayso ugu soo duxayso haddii laydinka hayn lahaa markaad guryaha aad tegaysaan malaa'ig baabaad noqon lahaydeen soo maaha idinka oo sariirtiina jiifa gogoshiina dul fadhiya ayaa malaa'ig intay idiin timaada in musaafaxayn lahaa laydin gacan qaadi lahaa laakiin heerkaa maydaan gaarin walaakin yaa xandala saaca wa saaca saacana ilaah baa loo tukadaa saacana businesskaagaa la raacdaa saacana ilaah baa laga baqaa saacana saacadna danaha reerkaagaa la fushadaa saacad ilaah baa laga baqaa saacadna wax soo baro wahaakadaa dawaleeg macnaheedu waa sidaa idan meesha waxaan ka qaadanaynaa marka qofka mu'minka iimaankiisu marwalba grade ama graada gaara inuu taagan yahay marna inuu cirka isku lalayo uu gaarayo marna inuu dhulka markaa madax la geliyo labada xaaladood marna inuu qofka iimaankiisu uu buuxsamayo uu jaarjigaraysmayo danabaysmayo marna uu markaa yahay qof markaa maxay aad iyo aad u liito munaafaqa waxaa dhacday oo kale xudayfan yamaan ayaa waxaa la yidhi wuxuu warinaya wuxuu yidhi cumar bn khataab baa la yidhi kaalay cumarow qof baa dhintay meyd baa lagu tukanaya ay kaale ku tuko tayib markii sidaa ay dhacday kadib oo meydkii markaa la keenay wuu soo baxay marka wuxuu rabay marka inuu tukado xudayfa ku dhegay wuxuu yidhi ha ku tukanay ninka kan maxay xudayfa wuxuu ahaa sekreteerka rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nin wax kasta ee sira ee rasuulka sala allahu alayh wasalam uu haya lagu siraystuu ahaa sir walba isaga hayay dadkana uma sheegi jirin ilaan rasuulka sal lay lay slam mar hore wuxuu u sheegay liis dadka isaga la joogaayay ay ku qoran yihiin liiskaa waxaa ka buuxa dad fara badan oo munaafiqiina xudayfa marka wuxuu yidhi kan ha ku tukan waa munaafiqa markaasuu yidhi ma hubta ahaa cumar bn khataab markii lii ninkan waa munaafiq ha ku tukanin horeyna aan looga maqlin xudayfa tmyamaan ninka una munaafiq yahay markiiu baqdin baa soo gashay markaasuu yidhi xudayfa ilaah baan kugu dhaariyay rasuulka sal lla alay wasalam ma ii kaa sheega magaciiga ma sheegma munaafiq baan ahay meeshaasuu baqdin markaa galay markaasuu yidhi maya munaafiq ma tihid laakiin adiga waxa kaa soo haray inay badbaadaan waa adagtay inay badbaadaan aad bay u adagtay idan cumar bn khataab oo ah khaliifat lmuslimiin abuubakr isagaa ku xigay ayaa wuxuu isku tuhmayaa inuu nifaaq markaa ku jiro haddii abuubakar uu heerkaa u baqayo haddii cumar bn khataab radi allahu canhu heerkaa u gaarsiisan yahay baqdinta uu ka qabo munaafiq aniga adiga maxaad u malaynaysaa situationkeen muxuu noqonaya walidaalika
وانا ارن مهمتي اذا كم اذا مركا اولي ابن ابي مليكة وحان لك الميبولة صدا او صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي صحابة اها نينك استوان لك الميبولة استقبق جيرا منافق مركا كجيرين فقط وان ارن كأنك granted ان اقاض ان قف والبول والقوم الجيرو ولا سي سعودة ولا صو سعودة مالين مال مه كم اذا او ديار ان انهاي إن إيمان كان أن ميزان ما جرت يعني ما لين قف ميس ويديس ولي ممنافق باتها مثل مؤمنات باتها إلا ما نوعا ما أنك مركو قرد يستو مسجد كأوجوغ معنى إذا ما ينمو إيمان كيسو بقل كيسو بقل إياه قواد أمر كي جلباب أي ماشا أي حرانتها قرآن كحفتانتها معنى إذا ما ينمو نفاق أذن أغين بكسو قليا سيد رسولك صلى الله عليه وسلم بأوت المامي أذن أغين بكسو قليا نفاق إذن ما أنت ماشا وحامكوها يا مركب ليس ليسكا أنيق أذيق هدان كبت بادنو وحنا هدتك إله سبحانه وتعالى ونعمه ليسكا وحاكو قران انتاس أو تلمان باكو قران تلمانوين عيدا كبضا قرن هانتي هدي أنصو كوبو أو أنسدهو أو أن يرايو أن جارسينك إلا صدا ليسكا وتلمان مياشا لغو أقوان سنكرا قفك منافقا قفك أنا نهين هدي ليسكا قضب البقاء الله شاقه اي كوم مقاتئين اتكسي فايسانتها اغو منافق بوحاتها اما او ايسي فايسما انان اهي منافق بوحانها هدي واح اللي ايقو ايو واحنا اللي ايقاهلو بمعنى واحوه منافق بار تايم بانها منافق ايو منافق نماذي دوحي تاقانتها بقول كيبا توانيا كاسو قاري كرتا ما بقول كيبا لاباتن با كاسو قاري كرتا ما بقول كيبا صدن باتها هاف مئة جارسي سنتهاي ما بقول كي وبقول باتهاي إله بأك نفاق مال بكو تاغيه إله سبحانه وتعالى وحاوي دي سننا إنو نقبت بادي مانا أم لاينا يو داد كيانان ماشا فردية مركان إسكب اللابو إنا كبت بادي نليس كاس وميدا قوه الرئيسي قلبي قاقو إنو بكو سفادة كوات قلبي قاقو مركا أو بكو بشي أو كجرو أو نوعا ما قلبي قاقو آنو فيوبين أقو منافق نما كوجرته محايا لإله إساقا إلي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قلوب توضى بكتا نحاهاتي إلهي بأزياديها أزياديه عذر كلا عذابنا وإليه بما كانوا يكذبون بأنت إشاقا وامحي مركع عذر كلا الشيقي قفك إنو سندينتا إلهي آنو كقنعن شيك استمرك الله الشيقي حولي أوكي لكن وحي هودي سأي ديدان تاوحو ليه ما يعرنك كاللغام بحكره شيخ ومحا كان ليس يوروبا لجوغا ما هدان الله ذا هاي قري يعني والدقي كرا قري آن ربال لغو إبسان أيام ما عرقتي ربال آن يلا نولان كرا ما هدان الله شكينيسا شيخ ومعقول ما وحان أتكاها ليسان إنك بار مسلم هذا ما هدان جلبابك ودو والغلايا ودادة مركات مريسيد مرادا وين أديد يسيد نعم وي أرقتهاي إن أفر لا تنكس عشان توقتي مركات صلاة لوسو تاقنال وي أرقتهاي waxa ka sala ma samayn karo halaal iyo xaraam lama kala saari karo shaqada laga wateegi karo shilinka laga wateegi karo waa soo taaganta maxay yala qalbigaaga kuma fayooda amarkan ilaahay subhanahu wa ta'ala u bixiyay hadii aniga adiga leenaga waayo in aan boqolkiiba boqol aqbalna amarka ilaahay oo aynaan dood aynaan ka keenin marka way marka la leeyahay muuminiin baatihiin laakiin hadii qalbigaana buqtay ku jirto wax kasto la sheegay aynaan ogolayn beenna ay noo si raacsan tahay وان اسكد ديان حدود دي اله انان كتو منا وكتلابنا وانان سود وينان عذر وي وحابها منافقين تمرك اللقو يقان بمعنى مرك وحال لقاقات باهاي دين كان اله باسود دجي كان اساقا حلال يري كان اساقا حرام يري كان مكروه بالا يري كان والا كلا عدي وح الله وحي دين تعدي سي سيدة اقاضه الله سبحانه وتعالى اساقا يري وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره mar hadii ilaahay waxan u gooyay inaan aniga adiga aan ka fakarno sarifno oo aan kala doorano nooma ahanin diin weeye diin boqolkiiba boqol ilaahay subhanahu wa ta'ala soo daji sida ku aqbal iyada faafasanno u tagi doona nabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala arrinka labaad damac xagga shahwada qofka marka qalbigiisa uu soo galo saadarti marka dumka la lahayd waxa la yiri fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad دمر ومركا رجا لها الليسان هذا الكيان للدبعينين جلجلة عداية كلمة آن لقود درسانها كرنا واقن مع دعيسة قف قلبي يسبكه وكلمة هذا أنا نؤد كيسان كرين
laga yaabay inay xumi inuu ku dhaco inuu ku fakaro ay ku bixin karto qofkaas meesha jiray hadalka dabcinin idan meesha waxa laga qaadanaya hadii tamac shahwani uu ku soo galo oo qofka ku mashquula waxyaabaha diinta Ilaahay ka fogaan kara maanta dhan qofka wuxuu har fadhiya filin aad iyo aad u foolxun waxa lagu sameeyay fuxsha ay tahay waxa laga yaaba qofka inay u baxdo un kaliya 14 ka sac magazine iyo journal ka hadlay kaliya journal ka xumida iyo boonada ma wax kale lagu fiirsan waxa laga yaaba waxa ishiisa ku dhacay inay yihiin shay xun un kaliya waxa laga yaaba 14 ka sac telefoon in lagu wada jiro 24 sac nin iyo naag kale ajnabiya oo shaqo aan isku lahayn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu isugu dayn 14 ka sac wada hadlay waxa ku wada hadlay aduu kale sheeg kelmadda ninka uu ku dhawaaqay waa kelmad liidata gabadhu kelmaddii ku dhawaaqay waa kelmad liidata marka iyada nin kale uu qabana uma sii jirtaba arrinka marka tamaca shahwaaniga ah ee shahwada ay kugu bixinayso haddaad iska heshid ama aniga aan iska helo ogaada arrinka wuxuu la mid yahay shay wuxuu muujinayaa qayb nifaaqa kamida walow boqolkiiba shan allah ka dhige taaba nagu jirta idan meesha waxaa noo soo baxday hadalkeena waa inuu kontaroolaado hadalka aad ku hadlaysid gabadha muslimada nin raga markay la hadlayso hadalkeeda ha adkaado hadal dabacsan yaanu noqonin ninka markuu naag la hadlay hadalkiisa ha adkaada hal dabacsan yaanu noqonin hadalladan ma aragtay meelaha laga bartay oo lagu talagalay labada ruuxa isqaba inay ku wada hadlaan lagaba yaaba markay gurigeeda joogtay kala xishoonaysa ninka ninka kan ajnabiga miyaa ku yiri kula hadal iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya nifaaqa arrinka saddexaad qofku inuu isla weynaado isla weynin kumanihiisa qoorta ku jira qob weynin isqaadqaad faajartan diin diid oo aayadda marka la keenaba maanaa la ii sheegay waxa kan waidaa qiila lahum tacaala yastakfir lakum rasuulu llahi lawow ru'uusa maraaytum yasuduunahum mustakbiruun ilaahay markuu ka hadlaya munaafiqiinta wuxuu yidhi warkaalaya haddii lagu yidhaahdo rasuulkaa idiin damidhaaf weydiiye eh madaxa intay laabaan bay xagga u sii jeestaan iyagoo isweynaysiinaya haddii marka diin ilaahay lagaala hadlo oo aad diidid aayad aayadaha ilaahay ka mida oo aad tiraahdid macquul maaha dadba waxaa laga sheegay maanaa foorarsan kara anu salaad iyada lagu jiro way igu adag tahay dad waxaa laga sheegayaa waxaa ka hadlaysaan waxaan diin caqliba ma gelayo yacni maanaa hadda waxaas la ii sheegaya ama qof baa khaldan waa lala hadlay war waxaan waa ribo war shaygan waa xaaraam war waxaan aad cunaysa waa xaaraam war ilaahay wuu diiday waxaa lagala hadlay masaa'ishii diinta lagala hadlay lamaba sheegi kara maanaa hadda la ii sheegaya ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy waidaa qiila lahu ittaqi illaaha akhadathu alizzatu bilithmi faxasbuhu jahannam wala biisa almihaad qofka marka lagu yidhahdo ilaahay ka baq anafa iyo santaag uu galo kibir iyo korfiiris uu galo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyay qofka isaga ah faxasbuhu jahannam jahannama unbaa buuxin karta ninka kan meesha keliya hooy u noqon karta waa maxay waa intee jahannam meeshaasuu marka ku degaya allah subxaanahu wa tacala marka qur-aanka marku hadlay wuxuu yidhi wara'aytahum yasuduunahum mustakbiruun iyagoo isla weyn ayay sii jeysanayan buu qur-aanka markaa ku yidhi arrinka afaraad wuxuu yahay ku jeesjees lagu jeesjeesay aayadaha ilaahay aayad ilaahay haddaad ku jeesjeesid oo kullamaa aayad la sheego jeesjees aa ka dhigatid waxay ka mid tahay calaamadaha lagu yaqaan qofka munaafiqa qur-aanka wuxuu yidhi yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratu tunabbi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi'u in allaha mukhriju ma taxdaruun munaafiqiintu waxay iska ilaaliyaan inay kusoo degto aayad aayad ka waramaysa waxa laabtooda ku jira ilaahay marka wuxuu yidhi jaasjaasa ilaahay baa muujin doona idan jaasjaasku aayad marka lagu keenay inaad tiraahdid waxaan macquul maaha arrinka kan soo maa war meesha la jooga ma taqaanaan ha norway baa la jooga waddan hormarsan baan joognaa waxaad noo keenaysaa waxyaabihii soomaaliya laga hadli jiro diin laga dhigi jiro macquul maaha inaad meeshaaad keentid taa ilaahaygii soomaaliya rabbiga ka ahaa ma waanu meeshaa rabbi ka ahayn rabbulcaalamiinka meeshaa rabbi ka ah maanu rabbi ka ahayn rabbigii shalay 20 sano ka hor rabbi noo ah maanu rabbi maanta noo ahayn maxaa marka ka bedelay diinka ilaahay lagu jeesteysa maxaa keenay walidaalika waxa uu tilmaamay waxay tilmaamayaan culummada ee macaani fara badan meesha kusoo degdegtay kusoo degtay aayada ah arrin kale wuxuu yahay ku jeesjees lagu jeesjeesay dadka mu'miniinta ah tii hore waxay ahayd aayaadka ilaahay qof mu'mina haddaad ku jeesjeesid ama gabar mu'minada haddaad ku jeesjeesid ama qof mu'minu ilaahay diinkiisa ku dhegan haddaad ku jeesjeesid arag kuwii waa kuwanteendada jiidayay kuwii fool maroodida jiidayay haddii ay kaa gaarsiisan tahay ama aayad marka lagu dul aqriya hadda waa ka nimankiisaan ahaa
دينك إله مرك لو جاء جسوح ومجنيا نوع منافقة كمدة نفاق نماذا كمدة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مركي شياطين تأيلا كل من إذن كان إذا لجل نابل قليها جاز جاسم بين نقاهد أرنك أفراد لحاد إلاقوا أقوان سنكرو إن قفكم منافق ويوامحي إن ضدك مسلمين تأد أديدد إن ودد إلهي تبرع مشيلا لبحان أو ودد إلهي كنا فقيان قف باو حلي وحبان بحسن لها خير بان مال لقو شاقي مشروع بالاديسية مسجد بالاديسية أفر كمية ماشان جينينا ضد أقواما وحلسينا يا ضد إباتيسم وحلسينا وحلية ما يحب حينين وذا دادا نمتقان الماشي أولان دانك لي قوتان مسجد كان صوما ها العكتة اللي قيبة نمان كلي جيب كودو قلين أدوك ديار وما إهيد إنا دوح بحسين قفك وح بحين لها نوادهور تاقان تاي وان نوع منافق نماذا كم إذا إلهي إساق قرآن كوكير هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون إلى مركو كان لا يحير وقال يها له يا وحبال السين دتك مؤمنين ورسولك أتي سلجوك إلا يكل إذان لكن إلهي سبحانه وتعالى خزائن تسوي بحذا عرك يقول كما إلهي سبحانه وتعالى فروا ذاية عدو الدونان إساق أرزق عدو الدونان إساق أديدة مركا عرك وحو موجينة وحيابها لأجيهاي حديث كان عيادان مركا يسود دقيسي زيد بن أرقم نين قلقو مقعبا يوحير دولان بانو كجرني كدي وحان مقلا نين عبد الله بن أبي بن صلول منافق وين هاي وحان مقلا إساق والله يان وحب الله سينا ددك رسولك مركا لجوغا هذا الكيسان وحو هادان كلها بان حقا إيه مدينة المنورة كان شرفت له كوذو حنبو ساري دونا أركي بان مركا أذركي أشيغي بير مس عمر بان أشيغي كدي من رسولك الله شيغي كدي من رسولك وإياري كدي من وحا الله يري نكي منافق منافق داربو ماشا لسو استاغي وحير وحبا من نهي يا رسول الله كدي من رسولك صلى الله عليه وسلم نكي بو الرمي أنه إبانية إلا آيادون مركا كسو الدكتي سفادة الضباد وحيتاه هدي أدتك مسلمين تاعت كت المانتين ما كسنمو أو أترى مسلمين توي ليتان أدتك مؤمنين تصوما ويدو هنيهين عقل ماله ودد ليتا ضد معركة مانكوذ وكريمها ضد مانكوذ وفديمها وضد ضمباية ومتخلفين البحر معها والرباديال والرميجي رمي وما بحثنا يوحي لهم إذا إلهي سقير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون مركة ليرار وضدك سيدي أرمين أرمية وعيلين كون مكاسياشا وحبهم كالسارنين سيدي أرمين من أرميننا إيقا أبو الله سبحانه وتعالى أرنك كلا سيدي ذا الوي قام وحا كم إذا منافق لماذا إنو ننك كانوا أراسد قف مركان مسلم آنان أهين